سنابل لزراعة الشعر، خطوتك نحو المظهر الجذاب. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. الساعة 10 ليلا في قسم الطوارئ. شاب يمسك بيده فتاة شبه عارية وينادي بصوت خائف: أريد طبيبا لفحصي. وبالفعل حضرت وقلت: أنا الطبيب محمد، كيف يمكنني مساعدتك؟ قال: هذه العاهرة نمت معها البارحة، وأشار بيده إلى الفتاة التي يمسك بها، وبعدها علمت أنها مصابة بالإيدز فأريد أن أفحص دمي، وحضرت الفتاة معي حتى تتأكد أنها هي من أصابتني. لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرني عندما تجذب معك الأفعى إلى المشفى بعد أن تلدغك، يعني تشبيه عميق. المهم، طلبت من الممرضة أن تأخذ من كلاهما عينة دم وترسلها إلى المختبر. ثم بعد تقريبا 5 دقائق جاءت الفتاة شبه عارية وقالت: إذا أخبرت الشاب عن ما معي من أمراض سأرفع قضية عليك، لا أريد أن يعرف أحد من ماذا أعاني. قلت لها: طبيا ولا قانونيا يحق لي ذلك، إذا أردت خذي تقريرك الطبي اقرأيه لوحدك. انشغلت قليلا وإذا بالممرضة تحضر تحاليلهم لي. فتحت ملف الشاب، لا يعاني من الإيدز ولكنه يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي نوع B. للعلم أحبتي في الله، مرض التهاب الكبد الوبائي له عدة أنواع، أخطرها B، ولا يوجد علاج له إلى الآن، علاج تام 2019، يعني يوجد علاجات تقلل من حدة انتشار أمراض الكبد لدى المصاب أو تقليل من حدة انتشاره للآخرين، أو علاجات مثل انترفيرون أو زراعة كبد، ولكن علاج محدد تام يقضي على المرض لا يوجد إلى الآن، يعني هو مرض خطير جدا. أخبرت الشاب بمصابه وأول سؤال بادر به: يعني لا يوجد معي إيدز؟ وعليه علامات الفرح. قلت: نعم، لا يوجد معك إيدز، ولكنك تعاني من نوع B من التهاب الكبد الوبائي، وهذا مرض خطير جدا. ثم أخبرته أين يراجع لكي يعطوه باقي التفاصيل المتعلقة بمرضه، فانصرف خائفا تائها، ألقى بنفسه إلى التهلكة. يقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تمعن أخي الحبيب أختي الفاضلة في حال ذلك الشاب الآن، وكيف لتصرف غير مسؤول سواء أمام نفسه أو ربه أودى به إلى ما هو عليه. وتمعن حال تلك الفتاة التي تعلم ما بها من أمراض ولكنها تسعى خلف الشباب لتوقع بهم. صراحة أحبتي في الله، الموضوع الذي أردت أن أستهل هذا الموضوع وهذه القصة هو موضوع المبادئ والأفكار. يعني هذا الشاب الزاني لم يولد من بطن أمه زاني، وكذلك الفتاة، وكل العصاة في العالم لم يولدوا عصاة، بل تدرج معهم الأمر تدريجيا. ربما هذا الشاب كان يصلي في فترة من فترات حياته، ولكن أفكاره ومبادئه تغيرت إلى أن أصبح ما هو عليه ووقع بما هو به. طبعا رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فهو الغفور الرحيم. يعني نسأل الله أن يغفر لهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يغفر لهم كل هذه المعاصي. ولكن يجب أن نتفكر هنا، يعني أخاف على نفسي وعليك من تغير الأفكار، والأمر تغير المبادئ ثم تغير الأفعال. أيام كنت أسكن في إحدى السكنات الحكومية هنا في تركيا، تعرفت على شاب كان زميل لي في الغرفة التي أسكن بها. هذا الشاب كان ملتزم ويصلي، ولكن تناقشت معه مرة في حوار أذكره إلى الآن قبل قرابة 5 سنوات. قال: لا يلزم أن تصلي 5 صلوات في اليوم، يكفي أن تصلي الجمعة إلى الجمعة والله يغفر لك بينهما. واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. طبعا هو مخطئ تماما فيما قال، فنص الحديث الكامل كالآتي: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، فترك 5 صلوات في اليوم كفر، تارك الصلاة كافر. أعلم أن هذه الكلمة ثقيلة على مسمعك وثقيلة على لساني، أعلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لذلك أرجوك، أرجوك إذا كنت تارك أو مقطع في الصلاة سواء كسلا أو عنادا، أرجوك قم الآن تحم وتوضأ وصلي، ثم عد لنا لنكمل كلامنا. أم أنك أخذت من الله عهدا أنك لن تموت الآن؟ هذا الشاب المصلي الملتزم الذي كنت أعرفه قبل 5 سنوات، إذا بحثت على حسابه الآن في مواقع التواصل الاجتماعي تجد ما لا يسرك، فتجد له صورة يجلس على طاولة وأمامه خمر أو بيده فتاة ومنشوراته النصية كلها له. فأين ذلك الشاب الذي كنت أعرفه قبل 5 سنوات؟ تلاشى، أفكاره تغيرت، وهذا التغيير لم يكن فجأة، بل كان تدريجيا من أفكارك التي أخبرني بها قبل 5 سنوات إلى أن أصبح ما هو عليه الآن. أفكارك، مبادئك يجب أن تعتني بها يوميا، مثل النظافة. لماذا اغتبت فلان اليوم؟ مبادئي لا تسمح لي، فتستغفر الله ولا تغتب أحد. لماذا لم أساعد أمي اليوم عندما طلبت مني؟ مبادئي لا تسمح لي، فأصحح من نفسي، وهكذا. أذكر مرة دعينا إلى مكتب أحد البروفيسورات لمناقشة موضوع معين، دعينا مع مجموعة من الأطباء، كان معنا إحدى الفتيات الملتزمات،
فقام الدكتور بمد يده إليها ليصافحها، ولكنها رفضت. فأعجبت بما قامت، وعندما خرجنا قال لها أحد الزملاء: يعني هذا البروفيسور عجوز، لو سلمت عليه وين المشكلة؟ قالت: لا أسلم، هذا مبدئي لا أتنازل عنه حتى لو كان عمره 100 عام، ما ليس هناك داعي طبي. أحيانا لا تدرك أنك قمت بشيء خارج مبادئك، مثلا قمت بتأخير صلاة العصر إلى المغرب لانشغالك، وكل من حولك قاموا بالفعل مثلك، فلم تشعر حينها أنك مخطئ وأنه لا يجوز تأخير الصلاة، فهذا حرام بإجماع العلماء، ولكنك لم تشعر بذلك. طبعا هنا يجب أن تحرص على وجود صديق حقيقي لك يوقظك في مثل تلك الغفوات. في النهاية أحبتي في الله، المبادئ لا تتجزأ بل تباع واحدة واحدة، فلا تبيع، واعتصموا بحبل الله، ودمتم في أمان الله. عبد المايمون يكتب: سلام. وعليكم السلام، مرحبا. اعتبارا من اليوم نرحب ببعضنا باللغة التركية، يعني نكتب مرحبا. حابب أعطيكم لمحة عن الأحرف اللغة التركية مشان تشوفوا شو هو الجديد في اللغة التركية اللي هو مش موجود في اللغة العربية أو الإنجليزية. أنا كونش يروم استيروم هوجا. شوك جزال، شوك جزال. بن كونش ماك استيروم هوجا. بن كونش ماك استيروم هوجا. بن كونش ماك استيروم Hoca ya da ben konuşmak istiyorum hocam. Ben seninle konuşmak istiyorum hocam. Ha, sorun var mı? Sorun intizantahat binun sorun مشكله var mı? هل توجد مشكله؟ Sorun var mı? أول ما يجوا العرب على تركيا بيتعلموا كلمتين كثير مهمين، هن الفار واليوك. فبيعود كل كلمه جنب منها بيحط وار او يوك. مثلا يقول فار يوك، اوتوبيس وار اوتوبيس يوك، تشالش وار. يعني في شغل كله تشالش وار، فارا وار فارا يوك.